سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين. مرحبا. لأنك سوري ولأنك إنسان، في ناس نحن سميناهم سوريين لبعض قرروا أن يكونوا بموقف الدعم النفسي والاجتماعي لكل سوري. منهم مجموعة لأنك إنسان للدعم النفسي والاجتماعي يلي بتطلع أن تكون نوال الدعم النفسي والاجتماعي بتشتغل على تعزيز القدرة على التكيف الإيجابي وقت الأزمات. لأنك إنسان هن المؤسسة غير ربحية بتقدم الدعم النفسي والاجتماعي سعياً لبناء إنسان مستقيم نفسياً واجتماعياً بيتحلى بقيم الإخلاص والعدالة والالتزام والإتقان والتعاون والتطوير الإبداعي. بتهدف لأنك إنسان لأعداد برامج دعم نفسي اجتماعي بتتناسب مع حاجات المتضررين وثقافتهم، وبتعتمد برامج المؤسسة اعتماد أكاديمي ودولي وتحكيمة وأعداد كادر ميسرين مؤهل تأهيل علمي وعملي للدعم الاجتماعي ونشر الوعي النفسي الاجتماعي ليصير ثقافة مجتمعية وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للمتضررين من الكوارث والأزمات، وكمان إضافة ثقافة الدعم النفسي الاجتماعي كجزء مكمل لعمل المنظمات المجتمعية المدنية والطبية. كانت بداية فريق لأنك إنسان بعد أول حادثة اغتصاب صارت بمدينة حمص بشهر حزيران سنة 2011 والحوادث المشابهة اللي لحقتها، وبعد ارتفاع حدة الحرب النفسية عند سكان وأهالي المدن والمناطق المتضررة وتفشت حالات الإجهاد النفسي المتواصل والضغوط اللي صارت تتأثر على الرجال والنساء والأطفال نتيجة هاي الحوادث. كانوا أعضاء فريق لأنك إنسان حاسين بمشاعر العجز والقلق نتيجة الواقع اللي شايفينه، ومشاعر العجز اللي حاسين فيها طلعت فكرة أنهم يعملوا شيء لدعم الناس المتضررين، وصارت الفكرة تكبر يوم بعد يوم لوصلوا لمرحلة تأسيس وانطلاق مؤسسة لأنك إنسان بشكل رسمي بأيلول 2012. من الناحية العملية الفكرة صارت أكثر من مجرد تشبيك، وفريق لأنك إنسان عم يقوم بإنتاج نشرات تثقيفية بتفيد الناس اللي عم يعانوا من الأزمات، وكمان عم يشتغلوا على تدريب مدربين قادرين على نقل التدريب على الدعم النفسي الاجتماعي، وصار في كمان فرق عاملة على الأرض بأكثر من منطقة من مناطق لجوء السوريين. لتعرفوا أكثر عن نشاطات وآخر مبادرات فريق لأنك إنسان فيكن تفوتوا على موقع الإلكتروني أو صفحتهم على الفيسبوك يلي بتلاقوهن بوصف الحلقة. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.